أول موقف له بعد تعيينه وزيرا لخارجية بريطانيا دعا ديفيد لامي إلى وقف أطلاق النار في غزة ووقف فوري. وقال الوزير بعد فوز الحزب حزب العمال في الانتخابات التشريعية أنه سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، مضيفا سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. من الواضح أن الكثير من الناس في جميع أنحاء بلادنا يشعرون بالأسى إزاء الصور التي شاهدناها في غزة على مدى أشهر عديدة. نريد جميعا أن نرى وقفا فوريا لإطلاق النار، وسأبذل كل ما في وسعي دبلوماسيا لدعم جو بايدن لتحقيق وقف إطلاق النار، ونريد أيضا عودة الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة. أريد أن أرى إعادة ضبط فيما يتعلق بأوروبا، وإعادة ضبط علاقاتنا مع الجنوب، وإعادة ضبط المناخ، وأريد أيضا أن أرى بعض التحولات في مجال الأمن الأوروبي والأمن العالمي في ضوء جميع المشاكل التي نشهدها في الشرق الأوسط، لكنني أريد أيضا أن نركز في سياستنا الخارجية على نمو بريطانيا. إذن فقد صدقت التوقعات وصدقت وفاز حزب العمال بأكثرية ساحقة، فيما حقق المحافظون خسارة أو تلقوا خسارة تاريخية. رئيس الوزراء البريطاني الجديد تعهد بإعادة بناء البلاد وتوحيدها. رغم الفوضى تتقن بريطانيا اللعبة السياسية وعملية تداول السلطة. المعارضة العمالية الشرسة اعتلت السلطة بأكثرية ساحقة، والمحافظون الحاكمون أصبحوا في حضن المعارضة. السير كير ستارمر زعيم العمال ربما لم تر عيناه النوم منذ فتح صناديق الاقتراع لحين بدء فرز الأصوات. وضع الفوز بغالبية المقاعد النيابية في جعبته وذهب ليكلف رسميا من أعلى سلطة في البلاد الملك تشارلز. والكلمة الأولى بعد الفوز للشعب المعارض والمؤيد له. بلادنا تحتاج لتغيير كبير وإعادة اكتشاف من نحن، فمهما كانت عواصف التاريخ شرسة لطالما عرفنا بقدرتنا على الذهاب نحو المياه الهادئة، وهذا يعتمد على السياسيين وخاصة من يريد الاستقرار والاعتدال اللذين أؤمن بهما. ولم يكن النصر عنوان انتخابات عام 2024 فقط، بل سطر المحافظون هزيمة تاريخية لم تحصل منذ عام 1832. فاعتذر الزعيم ليس عن أخطائه فقط، بل عن 14 عاما من الحكم. أقول للبلاد أني أعتذر، أعطيت كل ما لدي، ولكنكم أرسلتم رسالة واضحة برغبتكم بالتغيير. حكمكم هو المهم. سمعت غضبكم وخيبة أملكم وأتحمل مسؤولية الخسارة. والآن إلى العمل. السير كير ستارمر يريد إعادة بناء بريطانيا والحمل ثقيل بسبب مشاكل متراكمة. أما المحافظون فقد كان وقت خلط الأوراق ومراجعة الذات. من لندن ريما مكتبي الحدث. من لندن ينضم إلينا مراسل الحدث مصطفى زارو. مصطفى مرحبا بك، قراءة لما بعد النتائج، ردود الفعل وغير ذلك. نتائج كانت متوقعة، ويبدو أن استطلاعات يعني الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم كانت دقيقة جدا، وهذا ما اعتدنا عليه على عكس الاستطلاعات الأخرى. هذا يعني أن هناك تفويض بشكل كبير لرئيس الوزراء الجديد كير ستارمر لتنفيذ وعوده وبرنامجه الانتخابي في هذه الدورة البرلمانية التي تمتد لخمس سنوات، وهذا أيضا يعني بأن الشعب البريطاني يتطلع إلى أن يغير كما يناشد في حملته بالتغيير، أن تغير الأوضاع لهم، تحسين معيشتهم، تنمية الاقتصاد، وهذا من أهم أولويات كير ستارمر. يعتمد بشكل كبير
على تنمية الاقتصاد لكي يمول كل الخدمات الأخرى بما فيها معالجة قوائم الانتظار في المستشفيات التي تصل الآن إلى 7.6 مليون موعد، بالإضافة إلى توظيف عناصر الأمن وأيضا المدرسين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تراقب الحدود وتلاحق مهربي البشر، على عكس سياسة سلفه ريشي سوناك الذي يقول بأن خطة رواندا هي رادع لوقف القوارب الآتية. أعلن أنه سيستقيل من رئاسة الحزب مصطفى. ردات الفعل ومتابعة الإعلام البريطاني الداخلي وكذلك ما تتحدث به بعض الأوساط، لماذا خسر المحافظون؟ يعني ما الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة وهذه النتيجة؟ الخسارة يعني كانت أسبابها عديدة، يعني تبدأ أولا من تداعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إلى المشاكل الهجرة وأيضا غلاء المعيشة الذي أصبح غير قابل لتلبية كل مطالب الحياة البسيطة، وبالتالي هذه من الأسباب التي دفعت العديد من الناخبين للتصويت إما لحزب الأصلاح وهو حزب يميني شعبوي يعني معادي للهجرة تم إنشاؤه قبل سنتين، أو إلى حزب العمال الذي يقول بأن ربما يرى فيه يعني وضع أنه ممكن يغير كل المشاكل والتحديات ومواجهة التحديات بشكل أفضل من المعالجة التي قام بها حزب المحافظين. أيضا هناك التسرع فيما يتعلق كذلك مصطفى بالوقت المتبقي إذا سمحت لي. انتخابات. نعم، بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط، يعني القضية الفلسطينية، تحدثت سريعا أنت عن الهجرة وملفات أخرى، يعني كلا الحزبين يعني تستطيع أن تضعنا بمقارنة لمواقفهما من هذه القضايا؟ نبدأ بقضية فلسطين مثلا وما يجري في غزة. بشكل عام السياسة الخارجية لا تتغير بتغيير الحكومة، السياسة الخارجية البريطانية هي ثابتة وتعتمد أيضا على أقرب الحلفاء وخاصة الولايات المتحدة. بالنسبة لموضوع فلسطين، يعني هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الانقسامات، يعني عادة ما حزب العمال معروف أنه متضامن مع الشعب الفلسطيني، وأيضا يعني وقف هذه مرة حزب العمال مع الحكومة المحافظة السابقة في تأييد إسرائيل والوقوف بجانبها في مواجهة حماس، بالرغم من الأعداد الكبيرة التي يعني ألقت حتفها بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة. ولكن في برنامج كير ستارمر شهدنا بأن يعني أشار إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن هذا الاعتراف لا نتوقع أن يكون في خلال بضعة سنوات، لأن هذا الاعتراف يعني سيكون بالتشاور مع أقرب الحلفاء ولا سيما الولايات المتحدة، وتعرف بأن بريطانيا تعتمد كثيرا على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، يعملان بشكل وثيق بينهما، وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير في السياسة الخارجية البريطانية تحت قيادة كير ستارمر. شكرا جزيلا لك من لندن مراسل حدث الزميل مصطفى زهرو. من لندن ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد شبارو. أستاذ محمد مرحبا بك. ما تأثير فوز الحزب الذي يعني كانت النتائج فيه مفاجئة في هذه الانتخابات على قضايا الشرق الأوسط بشكل مباشر؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن الداخل البريطاني الآن. يعني بشكل أو بآخر كان موقف ريشي سوناك وحزب المحافظين مؤيد ودعم لإسرائيل بشكل أو بآخر في حربها على غزة، لم يساند الدعوات لوقف إطلاق النار، لم يعني اشتغلت الدبلوماسية البريطانية في محاولة يعني الاتصال بكافة الأطراف في الشرق الأوسط وتسهيل المشاورات، ولكن
يعني تأثير ريشي سوناك وحزب المحافظين عموما كان ضئيلا للغاية مقارنة بالدور البريطاني التاريخي في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك يعني بدأت السياسة والدبلوماسية البريطانية عاجزة عن إحداث أي فرق، إما من محاولاتها التأثير بالإسرائيليين أو حتى بطريقة الاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة في الدعم غير اللامتناهي لحكومة نتنياهو. طيب أستاذ، وأنا لا أعتقد أن طيب تفضل أكمل أستاذ محمد. وأنا لا أعتقد أن مع حزب العمال سنرى اختلافا، وحكومة كير ستارمر سنرى اختلافا في طريقة التعامل مع قضايا الشرق الأوسط من خلال دبلوماسية أكثر حثيثة وقربا من الملفات مما شهدناه على مدى 14 عاما من حكم حزب المحافظين. طيب، حزب العمال ورئيسه الذي نجح في هذه الانتخابات قال في خطاب النصر أستاذ محمد بأنه سيضع البلاد أولا والحزب ثانيا، هذا ما لم يكن لدى المحافظين ولدى ريشي سوناك؟ يعني استمعت إلى حديثك مع الزميل مصطفى زارو عن أسباب الفشل. نعم. أنا أعتقد أن حزب المحافظين بشكل أو بآخر يعني ينتقده كثيرون بأن المصالح الشخصية سادت ويعني ارتقت وكانت أعلى من مصالح الحزب أو حتى مصالح الوطن والمواطن البريطاني، وهذا انتقاد يعتقد أن من أحد أسباب الخسارة المدوية التاريخية التي يخسرها حزب المحافظين في هذه الانتخابات هو شعور المواطن البريطاني بأن هؤلاء السياسيون النخبة السياسية المهيمنة على حزب المحافظين هم يعني يضعون مصالحهم الفردية ومصالح أصدقائهم وعلاقاتهم و يعني من يعملون معه قبل مصالح الوطن والمواطن، وبالإضافة طبعا إلى قضايا فساد أخرى جرت وجرى الكشف عنها، كل ذلك نفر المواطن البريطاني وأراد معاقبة حزب المحافظين. لن تكون هناك زيادة في معدلات ضريبة الدخل الحالية أستاذ محمد باعتبار أن يعني تحسين الوضع الاقتصادي هي من أولويات الحزب، هذا ما كان يصرح به على الأقل في الحملة الانتخابية، الآن نجحوا. أستاذ حسين، يعني هذا السؤال ربما السؤال الذهبي في كل الانتخابات والتي غاب عنها تماما، مسألة من أين نمول عمل الحكومة وأيضا مشاريعها لمساعدة المواطن الذي يحتاج إلى عناية على كافة المستويات، يعاني من ارتفاع وغلاء المعيشة، هناك مستشفيات أقل ما يقول يكون، هناك طوابير انتظار للحصول على العلاج، هناك المدارس البريطانية متهالكة من قلة التمويل بسبب سنوات التقشف الماضية، كل ذلك. لكن حزب العمال وزعيمه كير ستارمر رأى بأن يضع لاءات ثلاثة على مسألة رفع الضرائب بشكل أو بآخر، لأنه واثق من أن الماكينة الموجودة حاليا ومن سلسلة إعادة صياغة الميزانية البريطانية وإعادة تحفيز العمل في مجال الموظفين الرسميين والدوائر الحكومية وتفعيلها بإمكانه إحداث تغيير كبير على مستوى الخدمات بالرغم من معاناتها من نقص التمويل. لفتني كذلك أستاذ محمد في بنود الحملة الانتخابية إنشاء قيادة أمن حدود بصلاحيات مماثلة لتلك التي تحارب الإرهاب، تستطيع أن تشرح لنا بأي معنى وفي أي اتجاه هذه الخطوة تأتي؟ يعني هذا من خلال ضم جهود الأجهزة الأمنية كي يكون هناك ما يسمى بحرب استباقية ضد الجريمة المنظمة التي تسعى وتقوم بتهريب البشر وإيصالهم إلى الشواطئ البريطانية، أيضا متابعة الجهود الداخلية في محاولة جمع المعلومات لتقصي أي تعاون داخلي من قبل شركات أو مؤسسات، تقوم أيضا بتشجيع وصول المهاجرين لقاء أموال كبيرة، تفعيل عمل مثل هذه القوة وإعطائها الصلاحيات
كي تعتقل، كي تحقق، كي تستجوب، وإذا اضطر الأمر أعتقد أيضا كي يعني تقوم بطرد من هم يعني غير مهاجرون غير شرعون ورفضت طلباتهم مثلا أو كانت طلباتهم مزورة. نعم. كل ذلك يجعل من عملية أو جهد، بالإضافة طبعا إلى إصلاح نظام الهجرة والجوازات هنا الذي أيضا هو يعاني وبحاجة إلى إعادة نظر كاملة في ظل الظروف الجديدة. شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد شبارو.